اخوتي واخواتي حتى واحد الفريه ديالها طلعت دابا درت النظافه للحمامات انايا نقيت لهم حتى لقيت هاد الفريه ضابط السلام عليكم. بالنسبة لذاك الشنبور اللي كان عربه هو الحمد لله توصلنا به من عند الأخ اسماعيل هو شتينا من عند اليوم. شكرا أخويا اسماعيل. السلام عليكم اخوتي. عندنا واحد السنابرات هنايا وغادي نحطوا واحد الصوره اللي من هنا وغادي تفضل الاخ مول هذا السنابر هادو يتكلم. اخوان السلام عليكم. اخويا الله يرحمه زين هاد السنابرات ديالي وهذا السيد هذا كان جابنا كان ورانا واحد الفرخ مفقود ومن بعد ما شفتو في الفيديو اللي رمى ولي جبت انا جيت سولته قال لي اودي راه سمح لي راه تا داك الانسان جا واحد السيد وتا خداه قال لي بانه تاعو انا حبيت نجيب ليه الفريخات غير التوضيح والناس اللي كيشاهدوا هذا الفيديو هذا بانه انا عندي جوجتين شنابر مشى لي واحد من هنا وواحد من هنا. بالنسبه للصوره اللي رمى الاخ راه كاين تشابه 100% وراه هذاك الفرخ راه لا ما اظن هذاك الناس اللي جاوا داو ما بينو الناس وما وضحوش للسيد ويقدر يكون واش ديالهم ولا ما ديالهمش. المهم هذاك الشنبور راه انتما كي تشوفوا راه خوه الى كان من الممكن يعاودوا يردوا لنا نشوفوه راه كان احسن ويوضحوا لنا واش ديالهم نيت او لا ما ديالهمش. حنا التوضيح هذا السيد تيدير خدمه زوينه و تيطيح عنده شي حاجه تيبغيها توصل لمولاها حشومه هذاك الشيء ما مزيانش وحنا راه ما عندناش سوق لا في الفرخ ولا في والو. حنا بينا